نمسي عليكم بالخير مشاهدينا الكرام، ومره ثانيه معاكم في برنامج بادي بيلدينج على قناه كويت سبورت. مستمرين معاكم في التمارين مع الكابتن والبطل عبد العزيز الحداد، ويؤدي التمارين هذه الكابتن محمد الصراف، وتحديدا تمارين عضله الصدر. بعد الفاصل نبدي معاكم جولتنا. معاكم بعد الفاصل مرة ثانية مع البطل والكابتن عبد العزيز الحداد والبطل محمد الصراف في هذا البرنامج، برنامج بادي بيلدينج. مستمرين في التمارين، ولكن اليوم على ما يبدو وخطين على خط أو على كلمة ما يبدو، نعم، انه ما راح يكون تمرين لعضلة الصدر. لا لا لا، اليوم راح نلعب عضلة الباي. الباي، نعم، عشان شيء الحفر طلع. اي لا، جايين بعد التمرين. مبروك، ريحت اليوم. بس اليوم مش عاد نتكلم عن عضلة الباي، ومثلا راح احط لكم البار والدامبل، لان هذا اسهل شيء واهم شيء حق الباي، حق عضلة الباي. يغطي كل العضلة كاملة. نعم نعم، راح العب لكم مثلا الحين تمرين البار وشلون المسكة. بس هم تخلي محمد يلعب. محمد اكيد، محمد راح اوريه المسكة وهو راح يكمل التمرين. لا ماشي، انا ليش ابي يتعب؟ يعني ورا حلقه انا عازم على اكل دايت. اكل دايت، لا اذا كذي، اذا كذي عيل نلعب خمس تمارين. يلا. فبس اللي بوريكم اياه النقطه، شلون في ناس وايد عندها صعوبه بمسكه البار. تو يكون جاي جديد، مو عارف مسكه البار، حسباله البار انه بس تقدر انت تلعب فيه زاويه واحده. مكان الكوع وين يكون وقت التمرين؟ الباي، انت البار تقدر تلعب فيه واسع يعني مستوي، اللي هو يكون مثلا بالنص. نعم. وتقدر تلعب ضيق. حلو حلو حلو. خلينا نشوف لايف كابتن مثل عبد العزيز حتى المشاهد يستوعب اللي قاعد. الحين البار هني، هالمسكه هذه احنا شنو لعبنا؟ الواسع. الواسع حلو. حتى شوف بالصعده انت حركت الباي وين؟ من برا ومن النص داخل. يعني الحين بالواسع تحرك الباي من هني، من هني ومن داخل. من داخل نوعا ما له شغل، ما له شغل، ما راح يتحرك. يعني يتحرك انت حتى لو تمسك كيس او شيء راح يتحرك. النسبه اقل يعني. النسبه اقل. إيه؟ فاول التمرين كله التركيز راح يكون من برا، من الزاويه الخارجيه. حلو. ومن النص. ممتاز. بالضبط. الحين اذا جينا مثلا المكان الواسع. نعم. اذا جينا الحين لعبنا، احنا قاعد نلعب حق راس الباي. حلو. الحين هذا يعتبر ضيق ولا عادي؟ لا عادي. عادي هذا. احنا الحين قاعد نلعب حق راس الباي. راس اللي راس اللي هو هني، راسك هذا؟ نعم. فوق شويه. ايوه. الحين انت قاعد تلعب منتصف الباي. نعم. حق احنا نسميه راس الباي. حلو. احنا كذي. طبعا ذراعك يكون بهالشكل، يكون قدام ذراعك. نعم. عشان تركز بس بالعضله. ممتاز. طبعا الوزن مو مهم، انت كل ما ضيقت انت لازم شنو تخفف الوزن عشان تقدر تتفادى الاصابات وتركز اكثر. خاصة الحين سويت كذي. نعم. بس هم انت تثني ريلك، شوف حتى الوقفه محمد مشعل انت كذي اضيق لي شويه بعد. ايوه. حلو. تثني ريلك. حلو. تلعب وتكون ايدي قدام وانا العب ضيق عشان تلعب. اي عشان لازم تسوي حركه 100%. الضيق حق شنو؟ ما قلنا الضيق حق داخل. داخل. نعم. حلو. الحين لما لعبنا ضيق حق الباي من داخل هنا. يعني انت الحين وريتني ثلاث تمارين ممكن العبهم يعني واغطي كل مكان في العضله. نعم. وما احتاج العب غيرهم. انت خلاص اذا مسافر مثلا، اذا نقول ليش انا اقول هالتمارين؟ اكثر الشعب الحين مسافر طالع او عدل بار، اي مكان بالبار تقدر تلعب. حتى انت موجود فيه، حتى لو انت مثلا بالفندق يبغى يجيب لك اكياس حطهم. ايه. بالمستوى هذا بعدين لعبت من النص. من الشاسه مالت السوق. ها ملت ملت. عاد بعد خاصه اذا متزوج احنا معروفين بنسافر عشان. لا واذا مودي معيار السوق فبتشيل شاسه. ايوه بالضبط. فانت وانت قاعد تمشي ما يحتاج تمرن ترى، كلش بتمرن بالسوق وانت قاعد تمشي. عطى شوي على الخفيف بدل لا تحلطم. عطى. حلو. محمد محمد عشان بس نوري المشاهدين جوله كامله. واسع. روح يا الوحش. الصبع محمد راح يكون اللي بالنص على الخط. محمد صبعك لا اللي بالنص راح يكون هنا. حلو. ايوه. هذا العيار يمشي حق كل اللاعبين ولا حق محمد بس؟ لا الحين احنا محمد مثلا بيلعب واسع. اي الحين بلعبه واسع. مسكه الواسع عند محمد نفس مسكه الواسع عندي انا، وتفرق بالحجم نفس الشيء؟ نفس الشيء. خلاص الحين هذا صار واسع. حلو. عرفت؟ بس احنا هي الاحتياج شنو مثلا محمد الحين محمد هو قدامي. محمد يلعب عادي. الواسع عنده ضعيف. خارجي بايع. ضعيف. محتاج اركز عليه زياده. نعم. فاحنا ما نخلي محمد يلعب حق الداخلي او شيء، نركز ليش؟ انه بنطور الزوايا اللي عنده. العب محمد. روح جاسم. حلو. هذا اللي شوف الدقيقه. اي فعلا من طبعا من داخل لازم يكون سيده. من داخل هو اقوى العضله عنده. صح محمد. بس عنده الخارجي لازم شنو؟ انه يكبر شويه يهوس على العضله. اي نعم. اي محمد طبعا بالتمرين قلت لك لازم تنفس يكون طبيعي عادي والسرعه تكون بالطريقه هذه. اي نعم. نعم لازم تركيز، اهم شيء التركيز.
زين اذا انا ما ابي تركيز عندي مثلا اليوم بتمرن السله الطبيعيه اللي بدون تركيز اللي هي 1 2 في مشكله ولا غلط هذه؟ غلط لان انا كلمك اللعبه لعبه تركيز. كل تمارينك تكون بطريقه لازم هذه. تكون مركز يعني انت ما تكون مستعيل اوكي تحرك جسمك خلاص سوي بوش اب العب عقله ما اروح النادي روح بس ايه انت لما تدش النادي اعطانيها ببساطه نعم أحسن. انت ركز بالتركيز انت راح تبني عضله بالعكس حلو الباي تفضل عموما اذا محمد تعب باي او انا مثلا نقول مبتدئ بشهرين ثلاث كم عدد الجولات ككل بالنسبه حق الباي مثال الحين احنا خلينا نقول بنبلش البار راح نبلش بار هذا اول تمرين باي نبلش مثلا 4 جولات على حسب الجسم نفس الشيء خلينا نقول اذا الجسم معبي في ماي مثل جسمك مثلا خلينا نقول الحين مشعل تلعب 4 جولات مثلا 15 جولتين وجولتين 12 في حلو. مثلا واحد يكون ضعيف هنا يختلف مثلا يلعب 4 جولات التكرار 8 قلت لك من جسم لجسم طبعا هو لازم كابتنه او اي كابتن يكون يحدد الخطه يحدد له هو طبعا الحين شويه في امور تسهلت يعني ما شاء الله بالنت وكذي يقدر يتابع ويشوف يعطيك العافيه الله يعافيك قواك الله ابو جاسم بناخذ فاصل بعد الفاصل واصل معاكم في برنامج بادي بيلدينج بسم الله الرحمن الرحيم رجعنا لكم من جديد في حلقة متميزة من حلقات بادي بيلدينج هذا البرنامج المتميز راح أتكلم اليوم عن التغذية وخاصة تغذية الرياضيين اللي يمارسون رياضات يعني حملها شديد وطويلة اللي تكون رياضات طويلة أول شيء أعرفكم من نفسي معكم أخصائي التغذية العلاجية والرياضية أحمد الصالح في ناس وايد يقولون بأن بشكل عام الرياضة تحسن المناعة وتقوي الجهاز المناعي وهذا كمجمل كمصطلح عام هذا الكلام غير صحيح هي تعتمد على نوع الرياضة وشدة الرياضة الدراسات أثبتت بأن الأشخاص اللي يمارسون الرياضة نقول إحنا بشدة عالية وفترة طويلة وكانت الدراسة كانوا يدرسون يشوفون مدى إصابة الأشخاص بالالتهابات الرئوية لقوا بأن الأشخاص يمارسون رياضة عالية بالشدة أكثر عرضة بالالتهابات الفيروسية والرئوية عن الأشخاص اللي يمارسون رياضات معتدلة وخفيفة يعني زبدة الكلام بأن إذا أنت تمارس رياضة الحديد أو الركض أو الترياثلون أو كرة القدم وحسيت أن نفسك تمريض وبادية معاكم في الونزة والحرارة لا تشد على نفسك وتروح تلعب رياضتك أفضل شيء تسويه أنك ترتاح وتأخذ لك السوائل الدافية وتبدأ تريح جسمك عشان يبدأ الجسم الجهاز المناعي يعيد تنشيط ذاته بذاته ويدافع عن جسمك فبالتالي هي تختلف على حسب نوع الرياضة فمجمل مصطلح أن الرياضة تقوي المناعة هذا غير صحيح هي تختلف على حسب نوعية الرياضة وشدتها أتمنى أنكم استفدتوا بالتوفيق بكذي وصلنا معاكم الى ختام حلقه اليوم وختام تماريننا ولكن في الغد ان شاء الله عندنا تمارين جديده باشراف البطل والكابتن عبد العزيز الحداد في امان الله